احنا بالنسبه لنا الدخول السياسي والبرلماني الجديد كيتسم اولا بالحده ديال المشاكل الاجتماعيه وانتظارات المواطنين في هذا الملف بالاساس اللي تراكمت فيه مجموعه من الوعود وتراكمت فيه مجموعه ديال الاخفاقات في السياسات العموميه للجواب سواء على مستوى القضايا ديال التعليم على مستوى التشغيل على مستوى الصحه وغيرها من القطاعات الاجتماعيه اللي هي المتضرر الاكبر من هذه السياسات التي اتبعت سواء في الحكومه السابقه الى الان وفي امتدادات ديالها واللي بطبيعه الحال خص الحزب يكون رافعه في هذا من رافعات ديال النقد ديالها ماشي بشعبويه ولكن بحده وبموضوعيه بما يتماشى انتظارات ديال المواطنين والتوجهات ديال الحزب. هو الدخول السياسي اللي غادي تم الافتتاح ديالو من طرف صاحب الجلاله يوم غد ان شاء الله اللي كاين انتظارات كبيره خاصه بعد الخطاب ديال جلاله الملك اللي كانت فيه مجموعه ديال الرسائل قويه للسياسيين بشكل عام وكذلك الاداره بشكل خاص واللي كان فيها مجموعه ديال نواقص لا في التدبير اليومي ديال الاداره ولا في التخبط ديال الاحزاب السياسيه والصراعات الدائريه بين السياسيين اقليميا وجهويا ووطنيا وكان يعني الاهتمام اللي كان مفروض في السياسيين يهتموا به اللي تتعلق بحلول عمليه للمواطنين من ما اللي كاين ازمه خانقه ديال الماء واللي جات في المجلس الوزاري الاخير واللي نبه لها جلاله الملك واللي الان تنشوفوا كاين اعتقالات في زاكوره وكاين في واحد مجموعه ديال المناطق احتجاجات اللي هي كارثيه والتفرغ ديال الاحزاب السياسيه معارضه واغلبيه بالقضايا الكبرى للبلد تبين بانه كاين اشكال حقيقي. بعد الدخول السياسي تبعا الاجتماع اللي مر ما بين الفريقين والمكتب السياسي اكد الفريق انه سيستمر في ممارسه معارضه قويه معارضه مسؤوله خاصه وانه كاين عده اشكاليات وعده مشاكل المجال الاجتماعي والاقتصادي. اذا الفريق يعد العده لمواجهه يعني البرنامج الحكومي وخاصه في الجانب اللي كيتعلق بمشروع قانون الماليه اللي تنستعدوا ليه يعني بواحد الطريقه مكتفه ومعقلنه. ثانيا كان ايضا مناسبه باش الفريقين يعبروا ايضا على الانسجام ديالهم وايضا على التشبث ديالهم وعلى الافتخار ديالهم بالقيادات الوطنيه مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال. الحدث البارز اليوم وبصدق هو تدوين الخطيره لرئيس الحكومه حينما هدد بالاستقاله من رئاسه المجلس الوطني لحزبه وله ذلك ولكن ان يهدد بالاستقاله من رئاسه الحكومه وهو الرجل الثاني في الدوله فهذا امر خطير وخطير جدا. بمعنى اخر انه رئيس الحكومه يفضل الحزب ديالو والجماعه ديالو على الوطن. دليل واضح على انه الاسلام السياسي همه نصف الدولة الوطنية. لابد أن نستحضر بهذه المناسبة عبد الرحمن اليوسفي الله يطول في العمر ديالو استحضر الوطن قبل الحزب.